النهاردة نكمل لعبة السمكة، يلا نبدأ. يلا لسه تخش سمكة تانية بجد؟ متأكد إني دخلتها. النهاردة هنقفل لعبة السمكة، اللي يعني هنقفل الشخصية يعني، مش هنقفلها خالص طبعا. معرفش هكملها بعد كده ولا لأ. لعبة أصلا تحرق الدم، لعبة تحرق الدم زي ما أنا مش عارف أخسر إزاي دلوقتي، مش عارف أخسر إزاي. الحاجات دي مش ماي جاد، ايه اللي حصل؟ مش ده اوكي، ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل فوق ده؟ دي اتحولت للعبة رعب، اتحولت للعبة رعب. من غير انذار كده بيجي، مش عارفني دلوقتي. هيجي فوق ولا تحت؟ سيبولي حاجة يا جدعان. هيجي فوق، هيجي تحت. الرعب ايه فوق. اوكي لا، في الحمد لله بيظهر ان هو هيجي. ايه ما شفتش. اوكي ما شفتوش. ايوه بقى تعالالي. او ماي جاد، اوف. انا جبت جيم اوفر اخسر خالص طبيعي، قصدي يعني هعيد من اول. ما شفتش. لا البتاع ده وحش مخيف. انت فاهمش على كده على فكره، انتوا في كل مكان يا جدعان. يا جدعان ما شفتش، هيجي فين دلوقتي؟ اوف اقسم. لا لازم اخلي بالي من الخرا ده كده. بونص. طب بونص في ايه طالما مش بيديني محاولات؟ اعلانات. ادينا مروق للالعاب يا جدعان، يلا حملوا اللعبه دي وابقى حملوها بقى. اشتريني فلوس واتصل معايا. كل حاجه بقت اعلانات دلوقتي. يلا نكمل. طب ايه فايده البونص لو ما فيش حفلات؟ يعني بعد البونص ممكن اخصم مباشر واجيب جيم اوفر. ابراهيم ايه ده؟ ركز. لا بدي محتاجة تركيز. فاش أول ما أبدأ في ده كيف جيم أوفر كده؟ إيه ده؟ إيه خلصنا البونص، فريم إيه ده وركز، وصل لنا سمكة واحدة. كده دلوقتي هقدر اكل لحمه. اوه لا بجي يا جدعان، انا قلت ركز يا جدعان. فلت من ده جيلي ده اللي انا عملته في نفسي. اللعبة دي بتعصبني، اقسم بالله اللعبة دي بتعصبني. يلا نكمل. ايه ده؟ انت عندك تاكل السمك الاحمر؟ تسبو، ابعد عن الخرا ده وابعد عن ده. السمك الاحمر بيديني طاقة كام ده؟ يعني ركز في السمك الاحمر اكتر حاجة عشان ده اللي هيزودني قوي. والله ما شفتهم يا جدعان. لا مش كده، ان ابويا نايم مينفعش صوت. هو فين بقى؟ اوكي محاولاتي كاملة، ركز.
انا خايف ان الصوت ده اصلا مش مركز هيجي منين، فده اكتر حاجه تخوف. صعب ايه؟ اوكي الحمد لله ممتاز. مش هيجيلي هنا؟ ايوه ايوه شكرا حبيب قلبي. فل واحدة كده بس شكرا. خلي بالنا بقى من خرا الحوت ده. اوكي هيجي فوق، هيجي فوق مش هيصلي صح؟ الحمد لله. هيجي منين يا جدعان؟ مش هيجي فوق تاني اكيد، هو مش هيجي الحتة دي خالص. خلينا نستخبى. مش بيجي فوق، نستخبى فوق. قالك مش بيجي فوق. خلاص بسرعة يا جدعان. اوكي هيجي تحت، هيجي فوق قصدي. لا انا بستعبط. من انت بيجي فوق الخرا ده؟ عارف خطتي يعني ولا ايه؟ اوه شكرا يا الله يا دلع يا دلع الخرا. مش مهم كسلنا. اوكي هي اللعبة بقت صعبة ولا انا كنت حريف ولا ايه بالظبط؟ انا فاكر اللعبة مش بالصعوبة دي يعني ابدا. اللعبة هنا بقت صعبة جدا يعني. او التحكم وحش، مش عارف ايه السبب. مكنتش بعاني بالطريقة دي. انا والله حملتها قلت اللعبة دي روقانة، حملها نزلها في اليوتيوب. متوقعش تبقى كده، متوقعش ابدا تبقى كده. شكرا يا رب، ستر ربنا. ازاي مخسرتش؟ ستر ربنا، مينفعش اخسر من اول ملعب يعني. هو ده بيتاكل ولا بيعمل ايه؟ اه ها اوكي فهمت. ده غلط غلط عشان مرة افهم ده ايه ده اصلا، عشان ما قلتش عن مزاي البهيمة قعدت العب. كل مرة بتصعب كده يعني والله عيب يعني. مش ناقص ابدا يعني، شايفين ناقص ان صعب يعني. لا التحكم زبالة فعلا، التحكم التركي زبالة. ما نصحش اي حد تحملها اندرويد يعني بجد خرا. انا اضطريت العبها هنا على التابلت عشان اعرف اصور فيس خرا كام. بس اتحكم بتاع ده خرا بقى خرا. انا قدرت احملها على اللابتوب واعرف اصور فيس كام. عملت التحكم مش مستحيل ابدا. التحكم صعب. اوكي ده دي على فكره في مصلحه ليا عشان بتوخ الكمبيوتر برضه الاسماك التانية. اوكي لا مش ناقصك، مش ناقصك اي حاجه. منفخ الفخ يعني ولا ايه؟ ايه يا جدعان؟ طيب لا بتاع دي مصلحة ليا على فكرة. بص بتوخهم ازاي يعني، واحد كان هيجي كلني بيتوخهم بتنكزني اوي يعني. طب يا جدعان فصل واحدة ماشي. ايوه كده شكرا. هما كتروا ليه كده يا جدعان؟ مش من اول ما تيجوا يا جدعان اهدوا. ده بحالف ربنا ان هو ياكلني. ايه ده؟ مش ممكن يا جدعان. ممتازة ممتاز. يلا عرفت خرز يا عدم. بس ما انصحش اي حد يحمل اللعبه دي على التابلت، احملها على الكمبيوتر بروين يعني. شوف ازاي بيجيب لك اعلانات كمان يعني، غير التحكم زباله بيجيب لك اعلانات وبيذلك. يا
يلا. لا لا مش اي تهديد في الحياة. ركز. الله كومبو، الله كومبو. متنورش نفسك ابراهيم، اهدى، مكان واسع وجميل، هما في كل مكان يا جدعان. واقف في النص اهو. السمكة دي مالها؟ كده صعب 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 صعب. اكتشفت صخرة في الأعلاف. تقول له كده توس دي. مين اللعبة؟ تدخل اللعبة تاني تلاقيها اختفت. متنساش اللايك والاشتراك بقى على المعلومة الجميلة دي. اوكي جدعان، انا تعبت من كنت الصياح، يعني ارقفوا بيا شوية. والله تعبت من كنت الصياح يا جدعان. والله انا حاسس ان مش فاهم اي حاجة في اللعبة دي غير ان انا بصيح. دي اخر حاجة كنت اتوقعها. يلا الكومبو بقى، تجيلي سمكة كبيرة في وشي. يا ميسي يا معلي، حسي جمال يا جدعان اللي حصل ده. بس ركز بقى، ومطيعش مفهودة. مشفتهاش فوق. نبعد عن تحت دول عشان دول الخطر الوحيد. بس دول هيعطلوا لي شويه، مش هيأذوني قوي يعني. نبعد عن اللي تحت، تحت والله هو الخطر الوحيد. لو دي محتاجة روقان عشان تكسب. مش مشكلة مش مشكلة. طب واخد نقاط. مفيش حوض الخار ده اللي بيجيلي، فمفيش أي خطر عليا. الله يا جماعة ضرب. بص سود القرمشة دي ضرب ضرب. تعملوا كده، تجي كده، تعملوا كده، باي باي. مش أنا اللي يتفرض عليا. شوف أعلان، مش أنا. اخر فيديو النهارده، اخر محاضره النهارده للفيديو ده. انا بقوله ده اخر دور يعني ونت في الفيديو. اوكي بكره انا اللي بيجري ده بياخد. لازم اكون صغير مش بعرف اكله. شنو اللعبة؟ شنو اللعبة؟ مملة، لعبة مملة. تعصب الواحد اللعبة مستفزة. جالني من ديلو يا جدعان. خلقت. والله بقى، ايوه بقى. المكان ده غلط عشان بيجيلي كده فجأة. خليك في النص احسن، وخلي بالك المصر مصر ياكلني. المكان ده غلط. كان في ميس هنا، بس خفت.
كلب المصر ياكلني ده. عندي امل، عندي امل اعيش كده. ما عنديش اي امل اعيش كمان. حرام قربت. لا 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 لا، ايوه كده. اجيب لي اعلانات، ما اعرفش كان هجيب لك كده. استنى طيب. اوكي ما اديتوش فرصه اصلا. ركز بس، بقول ركز. انا كبير وهم كبار في الموضوع صعب. انت ليه شايفين دول بياكلوا لو لمست لهم؟ بص يا جماعه، الموضوع صعب، الموضوع صعب، الموضوع صعب، الموضوع صعب تاني. انا زهقت. السمك الاحمر دلوقتي اختفى ما شاء الله. لا لا يا كلب، نصيحة منه، انت بتلعب اللعبة لازم تبقى عامل زي ميسي كده، روخ السمكات عشان تخسر بالطريقة دي. ركز. خايف اشفط السمك الكبير يجيلي. ده ميسي ده بس خايف. صرت والله حرام، والله العظيم حرام. الناس خير اول واحده دي اللي هي ما ينفعش تتاكل. هم في كل مكان يا جدعان. خسرت. اوكي. لا 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 لا. يا استخبيت يعني. ايوه يا معلم بس كده. اوف يا جدعان صعب اوي. ازاي صعب؟ ازاي شايفها صعبة؟ مش فاهم. تحكم بس، والله فكرة التحكم. انا مش هنزل تحت لو كل السمكات تحت، مش هنزل تحت. اوكي اخيرا مع نفسكم، مع نفسكم. فينا السمكة الجديدة. وهنا كل سنة عندي فيديو. اتمنى لكم فيديو بزر اللايك والاشتراك. فعل سجل الاشتراك عشان نوصلك تنبيهات ان لو حبيت انا العب اللعبة دي يعني. المرة الجاية هلعب السمكة دي. بس مع السلامة.